هذه الصخوة جاهزة للاستخدام، تربط بجلب، ينفك الباب، نضع الطعم أيا كان خبز أو حبار أو أي شيء ريحة نتنة يوضع بالداخل، يقفل الباب بالشكل هذا، يربط الجلب بالشكل هنا، تقذيفها في البحر أو تنزل العمق المناسب في الباب وتضعها وتتركها. كل ما تركتها لمدة أطول كل ما كان نسبة الصيد أفضل بإذن الله، لأن الأشياء اللي بتخش من هنا بتخش جوا وحتضيع المخرج وحتبقى عالقة بالداخل. هذه صخرة قديمة تقليدية تعلموا طريقتها، شبك فقط، بس يكون شبك بالتوفيق.